الذي ناضل 40 سنة من أجل الديمقراطية لن يسمح للانقلاب بالاستقرار في هذه البلاد، وقد رأى نتائج سوء الإدارة والعجز والفشل. خلاني باش نهبط أول حاجة الانقلاب والأوضاع المزرية اللي ولات فيها البلاد متاعنا، لا ماء لا حليب لا سكر لا ايسانس، واحنا قعدنا رئيس قاعد يجمع في السلطات. أنا اليوم جاية ندافع على بلادي، ندافع على حقوقنا، ندافع على فما حد شيء. تونس تنزف وليت، لا جوع وفقر وميزيريا وكل شيء، كل شيء ما عندناش في تونس. اخرتها ليسانس تقعد تستنى بالتقعد تستنى قداش من ساعة وانت باش تمشي تصب ليسانس؟ شنو هو هذه؟ شنو هي المنظومة؟